السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، كي داير الاحوال؟ عندك تقول لسانه. اليوم جيت نبارك لكم، مبروك عليكم بمناسبه عيد المراه. كنبارك لكم، مبروك عليكم وجميع الامهات واللي ماشي امهات والمطلقات والعازبات واللي ما جاب لهمش الله. كنقدم لكم هاد البوسه. لا تقولوش نسانا، اللي مراه ما كان لا عشبه لا زعتر، كانت شغلاني الخدمه وهذا فين جيت، لان امي امراه واختي امراه وبنتي امراه. واليوم غادي نوريكم واحد الحاجه. هاد القنينه انا شريتها هديه، وتعرفوا علاش؟ هديه ليكم وللبنت ديالي. حنايا هنايا من يكون عيد المراه هنايا في اوروبا كيعطيهم الهدايا، كل واحد يعطي للمراه ديالو ولا اختو ولا عمتو يعطي لها هدايا والورد وكلشي. انا هديت لها، ثاني كنت علمت هذا الشيء، هديت للبنت ديالي قنينه، قنين سميتو ميلون، هذا ما يكبرش بزاف، هو هذا راه مسلم عليكم. وما حنا هنا في الدول العربيه كيجيب ليها شكاره بطاطا ولا شكاره عدس ويقول لها طيبي اللمه والحطان. لا ورده لو اليوم هما يخرجوا ياكلوا على برا وكلشي. مبروك عليكم وكنشكركم، ويا ربي تكون صحة جيدة، والله يبعد عليك ولاد الحرام وبنات الحرام والساحرين والساحرات. وهذا هو راني هديته للبنت ديالي، شحال ماتت بالضحك. هي ما عندهاش فكرة على هذا الشيء، كيقراو هذا الشيء وكيسميته، راه غير مطلق من لهنا لا يدير شي حاجة. وكنشكركم وكنبغيكم، كل اللي تابعني كل اللي ما تابعنيش. خاصنا نحترموا المرأة فين ما كانت، لأن المرأة هي أمنا وأختنا. يا ربي الدول العربيه ثاني كاين يديروا بحال اوروبا. اوروبا هنا المراه مقدسه، ما كاش اللي خطش فيها، ما كاش اللي ضرب بها ولا كسميته، الا خطش فيها ولا قال لها شي وحده راه راه في جنان الملك. جنان الملك هو الحبس. حنا نقولوها في العربيه هو الحبس، فهمتوا؟ ضحك. لا تقولوا راه يضرب في السياسه ولا كسميته، فهمتوا؟ حنايا هنايا المراه مقدسه، تخدم بحالها بحال الراجل وتخلص بحالها بحال الراجل، ماشي بحال الدول العربيه الراجل يخلص مزيان والمراه تخلص. والله ما يخدموهاش مسكينه كاع وما يعطوها كاع قيمه، والا طلقت ويحها ما يعقلوا عليها لا والديها ولا خوتها ولا كسميتها. من تكون مزوجه كل شيء يمشيو ياكلوا، خوها وباها، خوها يلعبها قدام خوته، وماشي ناكل عند الخوادريه. غير هي تطلق وتجيب الدراري ديالها ما يعقلوش عليها حب، يقول لها بهدلتينا وكان ما فيك الربح قعدتي عند راجل، وديروا فيها خير راه لقات الخير في ذاك الراجل. ما تهربش، ما تطلقش، وتا شي وحده ما تبغي تطلق، فهمتوا؟ راه يغطي الكاميرا حي ميلون كيتا كيتا بس راهي. حتى شي وحده ما تبغي تطلق، حتى شي وحده ما تزوجت بالطلق، ولكن مسكينه ما تلقى لا صاحب لا في شيخ ولا في العجوزه ولا في كيسمي. وثاني كي كاين العجوزه اللي ما تلقاش الخير في مرت ولدها او الله في ولدها، راه كلشي من ما قلبتي كاين، من ما قلبتي العيب ماشي نجدو. ثاني كاين غير معاد، ثاني كاين الراجل، ثاني كاين واخا يكون تزوج تلقاياه محكور. راه كيما تقوليش غير حنايا نقولوا هذه راه فين ما درتي، فين ما درتي غادي تلقاي العيب فينا. كلشي فينا العيب، حتى انا ما فيهاش العيب، فيا العيب، كلشي فينا العيب، لا راجل ولا امراه. ولكن من طلق المراه فرحوا بها، ساعدوه، عطيوها الخدمه، صحاب الشركات خدموها، لان عندهم داك الدراري باش ما يخرجوش داك الدراري يفلسوا ويبيعوا الكارو ولا يكميو ولا كسميته ولا يخرجوا شي اهم ما عمرنا شفناه. يعني خاصك تعطيوها الخدمه، ماشي كل شيء تشوف فيها عوج. والله ثاني كاين اللي ما زوجت، ثاني كاين مسكينه يشوف فيها عوج، شي عايرها شي يديرها. واللي ما ولدتش ثاني كاين مسكينه، ثاني كاين ما عندهاش الزهر في الانجاب، او الله راجل ثاني كاين. اليوم خاصنا نحترموا المراه وخاصنا نتهلاو فيها. شي مره كنشوف في تيك توك الدراري كيدخلوا يسبوا في الدريات اللي تشطح اللي طالعه في اللاي. انتم شغلكم اللي باع لحمه بينه وبين اللي خلق، اللي حاسب الله سبحانه وتعالى راه الفوق. مين غادي يدخل للقبر غادي يدخل غا هي والاعمال ديالها، وانا غادي ندخل انا والاعمال ديالي. انتم واش تاكو تسبوا؟ انت عندك امك وعندك اختك، كيما سبيتها غادي يسبك واحد اخر، اللي انت ما غاديش يسبوك انت غادي تدخل عندك يسبوك. كلها وتحفه بحال، قال له الزقاف دوارنا، قال له يبعد غير دارنا والمسكر كثر مجره. شتو العدوم سالي، وشتو تقولوا ابراهيم ماشي رومانسي ولا عروبي ولا مقارش ولا كل الحفلات. انا ديما كنخرج، وهذا الكولور
ديال حقوق المرأة اللي ما يعرفش العرب. أنا كنت نخرج في الجمعيات، ها كل شيء ميدياتي، شتو؟ أنا كنت نخرج ديما في حقوق المرأة وفي عيد المرأة وفي كلش، ولكن ملي جا هاد الوباء ما بقاوش يخرج. واه كان سلم عليكو وكان بغيكو وراكو ديما في القلب، وكان سلم على واحد السيده اليوم يلا صيفطت لي واحد اللبسه زوينه بيها في كسميته، كنشكرها شحال فرحت البنت ديالي بيها. هادي اتخدمت في الجزائر في القبائل، هادي بيها بالسلهام ديالها، غادي نوريها لكم من بعد شويه. راه عندي الخيط خايف لا يطيحني. هادي اتخدمت بيها بالسلهام ديالها، شتوها كي داير، صيفطوها للبنت ديالي. كنسلم كل شعر القبائل وكل الدول العربيه. هادي كتجي هكا بيها بالسلهام ديالها، وكاينه الحزام ديالها لباس ديال القبائل، ها شتو. هادي راها جات من الجزائر، مولاتها مشات فيزا ومشات حتى لكندا مسكينه، ما قدرتش تولد، تصيفطها لي وصيفطتها لي من كندا صيفطتها مسكينه، راه حوسه عند اختها. بغيتكم تدعيو معاها لان هي راها مريضه مسكينه، الله يشافيها، مريضه بزاف، دايرين ليها سحر، وراني واقف معاها هذا شي 4 شهور وانا معاها مسكينه، وهي خدمت هذه للبنت ديالي، شتو هذه ديال من القبائل، هذه الحزامه شتوها، وشوفوا مطروزه من لهنايا شحال فرحت بها البنت ديالي، شتوها تاع القبائل. ها شوفوا من لهنا تاني كي دايره شحال فرحت بها البنت، شحال بكيت انايا في ساعه نبكي، شتوها كي دايره. من القبائل الجزائر مشات حتى لكندا، ومولاتها راه فيزا مسكينه حواسه مريضه، وبغيتكم تدعيو معاها الله يشافيها، موكلينها سحر مسكينه، والله يشافيها ويشافي جميع المسلمين والمسلمات. وهذا هو السلاح، شتو ها. يا ربي يحفظها ويا ربي يشافيها ويشافي جميع المسلمين والمسلمات. ونبغيكم تهلاو في رسانكم، والرجال اللي سمعوني وشافوني يتهلاو في خواتاته، يتهلاو في اماته، لان راه اليوم هنايا وغدا ما نعرف فين نكون، ما نعرف غدا فين نكون، رانا غير سارحين في هاد الدنيا، غير هاملين في هاد الدنيا، نضلو نجرو على الخدمه، خدم بكر كول شري الخضره طيب تعجل، وصبح تاني كنتبكر، هادشي اللي كاين. كنبارك لكم وكنبغيكم من القلب ديالي، ولا تقولوش نسانا العدو، انا العدو في الخدمه، واللي بغيت ندير لكم العشب لا حتى شي حاجه، هذا فين جيت من الخدمه وهذا فين ساليت، وبغيت نديرها لكم مفاجاه، لا تقولوا ما باركناش ولا كسميت، بارك لكم وكنبغيكم، وبغيتكم تهلاو بعضكم. وحتى في التعاليق شي امراه ما تتعلقش على امراه، لان هنايا هنا عنده حقوق المراه، كاين اللي دارت كاين اللي ما دارت، من كيجتمعوا يوقفوا واحد، احنا لا شي يضحك على شي، خاص المرأة توقف مع المرأة كل وحدة ودنبها على جنبها، ماشي حنايا نشوفو هاديك ما تزوجتش نضحكو عليها، نشوفو هاديك طلقت نضحكو عليها، نشوفو هاديك مسكينة ربي ما جابلهاش الإنجاب نضحكو عليها، أو لا نشوفو هادوك اللي كيخدمو مساكين في الدعارة، هادوك ماشي غلطة، بغاو يخدمو الحلال، أنا ما كنصدعش ما كنشجعش الفساد، أنا عندي هنا صديقات ديالي. هادوك مشاو باش يخدموا بالحلال ومدوا يديه لينا حنايا، ولكن حنا ضحكنا عليه وباغين غير داكشي اللي باغيين، الكارغاوات ولا كلشي راه واقع هنايا. هنايا كي تمشي عربيه بغات مزوجه ولا مطلقه ولا ما مطلقاش، كي تمشي عند عربي كارغاو خاصها يطلب لها الفلوس ويطلب لها الجماع، ماشي حشومه عليكم، ما عندكش بوك امك، راه واقع هنا في مورثيا، واقع بزاف. انا الدريات تتكلموا معايا، مشيت ابراهيم نطلب الخدمه مرت راجل ولا راجل، وتقول لك طلب مني الجماع، وهاد الكارغاوات تعرفي صالحين غير على الشرا والحشيش والماكينات، دايرين بحال هكا، دايرين بحال داك اللي يحفر في القبور، ماشي حشومه عليكم. هادوك الدريات اللي راهو خارجين الطريق جاو باش يخدموا الحلال، ومشاو عند ولاد البلاد ما بغاوش يخدموا، طلبوا منه داكشي وطلبوا منه الفلوس، ولكن كان يحكيو لك هادوك تلقاو خدامين على عائلات، خدامين على عائلات يصيفطوا الفلوس وهما حياتهم ضايعه ضايعه، ك
كاين اللي دخلت مع الغابره وكاين اللي دخلت. انا جوج خرجتهم من الطريق صديقات ديالي، جوج خرجتهم ديك الطريق كانوا مشاو في هذيك الطريق وكسميتها وخرجتها وديتها للجمعيه وكلش، راه خدامين عندي بالكونترات، وحده تزوجت وحده راه مازال. وداك الدري الملال اللي خدام معايا لا عمرها دار جاب ورقي، بصح هذوك جوج انا درت له الوراق، انا عندي الشركه ديالي انا صاوبت الوراق. كان بغيكم ونموت عليكم وبغينا نتهلاو في المراه وراكو ديما في القلب، ما تقولوش نسانا. كان بغيكم ونسي ويسلم عليكم ميلون بينك بينكي وكيسلم عليكم هذا الهديه ديال البنت ديالي. كان نموت عليكم وسلام عليكم.